الخزنة، مسابقة للعباقرة فقط. للعباقرة فقط. تحية مسائية مميزة لكم مستمعينا وين ما تكونوا عم تابعونا، كل التحيات الجميلة لكم. تحية أكيد من راديو الغد، من حصان بالإخراج ومايكروفون وإعدادا وتقديما جورج غرام. حلقة جديدة وتحدي جديد مستمعينا منكون معكم فيه دائما كل يوم سبت وثلاثاء بعد الرابع عصرا لحتى نربحكم معلومات أولا وبعدين دولارات، وأكيد ما تنسوا سؤال اليوم لربحكم 10,000 دينار عراقي مباشرة على الخط. لقبه سفينة الصحراء، فمن هو؟ بعتوا الجواب على رقم الرسائل 0772-882-3838، وأيضا بعتوا كمان مستمعينا قد ما بتكون عبر تطبيق راديو الغد الجديد. ادخلوا عبر التطبيق وخليكم من هلأ لآخر الحلقة عم تبعتوا مئات وآلاف الرسائل حتى يدخلوا اسمكم بالسحب. ما تنسوا يمكن يكون أكثر واحد بيبعت اللي بيربح أكثر شيء 10,000 دينار عراقي. اسمكم ثلاثي، الجواب ما تنسوا. وين بيعيش؟ بس بيعيش بالصحراء، له سنامين. مين هو بقى؟ لا حسام، لا حسام إيه الزلحفة، لا مو زلحفة، لا الزلحفة لا، هديك شيء تاني يعني. على كل حال نبدأ حلقتنا مستمعينا ونتجه مباشرة لعند حسام حتى يذكرنا بأرقام التواصل، وبنرجع لاتصالنا الأول. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0737-777-337 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. هناك الكثير من الرسائل بدأت تصل لمستمعينا حتى قبل البرنامج، وهذا شيء جدا مبشر بالخير لحتى نسمع يمكن بأسماء جديدة عبر التواصل من خلال الأسماس وأيضا من خلال التطبيق. يلا مستمعينا على كل حال رح نتجه مباشرة إلى الاتصالات، ورح نبدأ بأول اتصال. عاشق الفضاء يسعد لي مساك. ألو، مساء الخير استاذ جورج. يا مساء النور، تحية كبيرة لك، تحية لأحلى عاشق الفضاء. شو اليوم وين بدك تأقلع فينا؟ والله هذا ما أدري الصراحة. يلا خلينا نطلع على الخزنة. يلا على السريع، تفضل حسام. وهسه الخزنة بيها، أيوة يا حسام، 200 دولار لعاشق الفضاء. يلا عاشق الفضاء والستوب. انت تختار. يا سلام، بداية رائعة. انت اختار يا عاشق الفضاء. جغرافيا. شو والله فايتة فوتة ظريفة كتير. يلا جغرافيا، حلو بحييك. يلا في الجغرافيا، وين السؤال؟ طبعا الجغرافيا لك، هاي سؤال جغرافيا. يلا اوكي، هل انت جاهز يا غالي؟ جاهز. والله سؤالك سهل جدا. يلا اوكي، تقع جزيرة ميكونوس في بحر ايجا، فالى اي دولة اوروبية تتبع؟ شو لسه ما خلصت السؤال، شو عرفك؟ شو عرفك؟ برافو برافو بحييك. برافو عليك، احسنت. يلا سؤالك الثاني، انطلق. جغرافيا كمان. جغرافيا، يلا عظيم جدا، حلو 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 حلو. يلا كمان سؤالك ان شاء الله يكون سهل. جاهز يا غالي؟ جاهز. من المعروف انه دائما بيقولوا انه مليون، ماشي، بعدين شو؟ طبعا. بعدين مليار. بعد المليار شو؟ تريليون. لا بليار. اوكي، لا بعد المليار تريليون انا عارفه. طيب هلا مرقلنا اياها، عم بقول لك بليار. في جزر اسمه جزر البليار، على اي بحر تقع يا عاشق الفضاء؟ بعد الكاريبي. يعني ما عندي معلومه، اتوقع يعني فكر بحر المتوسط. اعطيني جواب نهائي. بحر المتوسط. البحر المتوسط جواب نهائي؟ بحر الابيض المتوسط. صراحه ما عندي اي فكره عنه. يعني جواب نهائي، جوابك نهائي، يعني جوابك صح. برافو عليك. يلا تمام،
بداية رائعة جدا 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 يا عاشق الفضاء. يلا السؤال الثالث وإن شاء الله يا رب توصل الخزنة. يلا فنون فنون. يلا سؤالك سؤالك من عندي أو من عند حسام؟ إذا من عند حسام ممكن أخذ كرتون عادي؟ ممكن في كرتون؟ في كرتون في عادي، أنت شو بدك؟ والله بصراحة إذا من حسام فأنا أريد أفلام كرتون. يلا حسام جاهز يا حسام؟ انطلق. يلا روح. شو عاشق الفضاء؟ سهلة تتذكروا ال أولمكس ما أولمكس في طائر ذهبي كذا؟ هذا قليل يمكن جدا. لا مو كتير مو كتير لا مو كتير أبو شغلة 30 سنة. شو؟ هذا الطير اللي اسمه والله مو متذكر شنو كان اسمه، بس هذا يمكن هذا ليجي لابس نص بيضة. لي شو؟ الطير خليته خلق الطير مو؟ والله لا بعدت كتير انت هلا. يروح حسام لا. ماله شو هي ماله ماله شو اسمه ايه ماله غنية لكن هي شو كان اسمها حسام؟ مدن الذهب الغامضة كان اسمها، عرفتها طبعا؟ مدن الذهب الغامضة طبعا الطائر الذهبي عرفته؟ ما سامع بيها. الكونكورد الذهبي. يلا بسيطة. يلا فداك معلم فداك. تحية لك عاشق فضاء. يلا بسيطة مستمعينا، أكيد بداية حلوة جميلة ورائعة ومهمة جدا، وشكرا أستاذ حسام الغالي. يلا خلونا ننتقل كمان لاتصال جديد، نروح لعند عبد الله. يلا يا عبودة مساء الخير. ألو مساء الخير يا مساء ياسمين، أهلا وسهلا فيك يا عبد الله، كل التحية لك. أهلا وسهلا عبودة، مشتاقين لك حبيبنا. يلا عبد الله جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يلا يا عبد الله هسه الخزنه بيها ايوه 300 دولار. يلا ان شاء الله يكون حظك حلو وتربح 300 دولار. والستوب تاريخ تاريخ تاريخ. يلا جاهز يا غالي؟ جاهز يا غالي. يلا اوكي سؤالك سهل على فكره، فكر بعدين جاوب. اوكي لأنه السؤال سهل، فكر بعدين جاوب لأن الاسم يبين معك. أوكي. سؤالك يقول في أي دولة آسيوية يا عبد الله تأسست الإمبراطورية الأخمينية؟ الأخمينية الأخمينية شو؟ ولو الأخمينية إيران. يلا هارد لك يا عبودة، كل تحية لك. يوجه تحية كتير كبيرة لأيثار اللي عم يسمعني هلأ، بدي أقول تحية كبيرة لأحلى أيثار اللي عم يسمعنا. يلا ننتقل أيضا مستمعينا إلى اتصال جديد، ولكن قبل الاتصال الجديد رح أرجع أذكركم بأرقام التواصل، لا مو أرقام التواصل، برقم الرسائل مستمعينا لحتى تشاركوا معنا وتبعتونا رسائل قد ما بدكم وتربحوا معنا مباشرة 10,000 دينار عراقي على خطكم مباشرة. وأكيد أنا بدي لكم شغلة، إنه ما تنسوا إنه الجواب عم بسأل عن الذي لقب بسفينة الصحراء، من هو؟ موجود طبعا بالصحراء وأكيد بيمشي له سنمين ما بيعطش كتير، عرفتوا؟ أوكي عظيم. لا حسام هلأ أنت بشوية قلت لي الزلحفة، لا مو ما طلع الزلحفة ولا النمر، لا لا حسام لا 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 تخربت الناس. يلا ننتقل كمان من أبو رحمة أو إلى أبو رحمة. مرحبا يا أبو رحمة. ألو تحياتي أستاذ جورج. تحياتي يا غالي، يلا يسعد لي هالمسا وهالصوت الجميل. يا أهلا وسهلا فيك فيك يا أهلا وسهلا فيك. يلا أبو رحمة جاهز؟ عين 10 ثواني شوية طولة حتى واحد يجي يفكر. شو هي؟ العشر ثواني خلي شوية تأخرها بعد شوية فيها مجال. تكرم عيونك بنعطيك 15 ثانية بتأمر أمر. يلا تكرم شواربك يا أبو رحمة. شكرا حبيبي. يلا نشوف قد إيه معك بالخزنة. 100 دولار. أبو رحمة 100 دولار والستوب. طب. شو سريع؟ معلومات عامة. شو سريع يا أبو رحمة؟ سؤالك في المعلومات العامة يا أبو رحمة، أوكي؟ يا الله يا الله. يلا جهز لي حالك. أعطيني جواب هذا السؤال. بس شواريك بسيط حلو مرتب مثلك حلو. أعطيني هذا. يلا تكرم عيونك، والله كل أسئلتي بسيطة أنا يا ابن الحلال، بس أنتم بتصعبوها على حالكم ما بعرف ليش. جاهز؟ إن شاء الله. جاهز؟ أكيد؟ إن شاء الله جاهز. يلا يا رب يا رب يا صديقي الغالي بنربح وبنقول لكل الناس ننكيد العدة. ها يلا 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 سوي. يلا سؤالي لك يقول
في أي دولة عربية يا أبو رحمة تقع مدينة رأس الخيمة؟ رأس الخيمة إمارات. متأكد إنه بالإمارات؟ رأس الخيمة. ولا بعمان؟ لا إمارات حبيبي إمارات. ولا بعمان؟ عمان كيفك؟ عمان الإمارات. أنت شو بدك؟ ما بعرف. عمان. عمان. العيب علي خسرك. شو في رأس الخيمة الصح يا أبو رحمة. يلا أوكي سؤالك الثاني. يلا انطلق. يلا حبيبي. يلا أبو رحمة. رياضة. رياضة. أوكي. مين متشجع أنت؟ مين متشجع؟ والله بس المنتخب العراقي. بس المنتخب العراقي. طيب اوكي. هو احب هذا اللاعب السوري شو اسمه عمر سومع. عمر سومع والله ما عدت. كمان بتحب عمر سومع. عظيم. حلو حلو حلو. يعني عم تغازلني هلا انت. ها يعني لا يعني عم تغازلني انت هلا. طيب يا اخي احبك انت. انت حلو حلو. الله يخلي لي اياك. يلا اوكي. بما انك انت بتتابع المنتخب العراقي ساسالك ايها الغالي وايها العزيز. يا الله. اوكي ثواني بس لحتى يكون سؤالنا جاهز. اوكي ان شاء الله. يلا سؤالك يقول يا صديقي: يوم الخميس الثاني من ايلول سيلعب المنتخب العراقي اول مبارياته مع اي فريق في اطار تصفيات كأس العالم؟ كوريا. 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 اي كوريا فيهم؟ كوريا. جواب واحد بس. ما رح اخذ جوابين. اي كوريا؟ كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه. متاكد؟ ان شاء الله. جوابك صح. برافو عليك. ها شفت ما احلى. احسنت. يلا يلا عم نقرب على 100. عم نقرب على 100. ان شاء الله يكون من نصيبك يا ابو رحمه. يلا سؤالك الثالث انطلق. يلا فنون. فنون. ايوه من عندي ومن عند حسام. والله يا ماما انت اكو احلى من عندك. من عندك بدك؟ من عندي. طيب من عندك كمان رح تكون. رح يكون سؤالك من عندي أغنية. سوي 20 ثانية. سوي 20 ثانية هالمرة. لا أنا بدي أسألك سؤال وليس رح سمعك غنية. أنا رح أسألك سؤال جوابه محدد. أوكي. يا الله يا الله. يلا. من هي المطربة المصرية الراحلة صاحبة أغنية الدنيا حلوة أو الدنيا غنوة اللي بدك إياها؟ الدنيا غنوة. الدنيا حلوة. الدنيا نانانا. عرفت الغنية؟ حلوة. نجاة صغيرة. أخ عليك. أخ عليك. أخ نو. جوابك غلط. هي ليلى مراد. هارد لك. كنت قريبا جدا يا أبو رحمة. يلا بسيطة. هارد لك. في دك. عرفت الأصعب أنت على فكرة. ها الأسهل ما عرفته. شو عامل؟ يلا مستمعينا الخزنة دايما أكيد بيقدم لكم المعلومات أولا وأيضا الجوائز والدولارات، ولكن دايما مثل ما دايما نقول نحن الخزنة للعباقرة فقط. بعثونا مستمعينا إجاباتكم عبر تطبيق راديو الغد على الخزنة، وأكيد بعثونا كمان الإجابات. من هو الذي لقب بسفينة الصحراء؟ الحيوان الذي لقب بسفينة الصحراء يا ترى مين هو؟ ناخد كمان هلأ اتصال جديد. بدي أقول مرحبا لعبد الحكيم. ألو يا عبودة. مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام. والله يا عبد الحكيم كيف صحتك؟ مساء الخير استاذ جورج. اهلا يا حبيب القلب. اهلا وسهلا فيك. تحيه من القلب لك. شكرا يا عبد الحكيم. هل انت جاهز؟ ان شاء الله. انطلق. وهسه الخزنة بيها 100 دولار. يلا 100 دولار. سؤالك باي فئه؟ والستوب. انت تختار. انت اختار باي فئه؟ اختار ان شاء الله المعلومات العامه. المعلومات العامه على عيني وراسي. بس سؤالي انت جورج يعني او مشترك جديد يعني. اي اهلا وسهلا فيك. تحيه لك. شكرا لك. يلا جاهز يا حب؟ ان شاء الله. يلا اوكي جاهز. سؤالي لك يقول سؤال سهل: ما هو نظام الحكم في دوله منغوليا؟ جمهوري. متاكد؟ نعم. جمهوري. شو رأيك حسام؟ جوابك صح. برافو عليك. يلا السؤال الثاني. قول ستوب. جغرافيا.
جغرافيا. اوكي اوكي جاهز. بس وري انت جرجاني، والله ما اعرف الجغرافيا، ما اعرف الجغرافيا يعني. جاهز؟ جاهز. يلا ان شاء الله اقدر ساعدك، ان شاء الله اقدر ساعدك. يلا سؤالك يقول يا صديقي، على اي انت شوفها بالجغرافيا، شوف تخيل الخريطه وجاوبني على هذا الجواب. اوكي ان شاء الله. على اي محيط تقع جزيره الامير ادوارد الافريقيه؟ على اي محيط تقع جزيره الامير ادوارد الافريقيه؟ شوف افريقيا على اي محيط تطل هون وهون. وفريق الاطلسي في واحد تاني بالجهه الثانيه اسمه المحيط الهندي. يلا هارد لك، بسيطه يا عبد الحكيم، تحيه لك. يلا بسيطه ولا يهمك عبوده، بسيطه لانه يمكن الايام القادمه ان شاء الله يعني بتقرا شوي اكثر عن هذا الموضوع وبتجاوبنا وبتشترك معنا. لنشوف كمان في معنا ايضا اتصال جديد، حسام كمان راح يخبرنا مين هو الاتصال الجديد من إيهاب. مرحبا يا إيهاب. ألو ألو يا إيهاب، يسعد لي هالمساء يا إيهاب، شو أخبارك؟ الله يخليك، تحياتي لك. تحية لك أحلى إيهاب، ويسعد لي مساك الجميل والرائع والراقي كمان. إيهاب هل أنت جاهز؟ إن شاء الله جاهز يا رب. يلا حسام. وهسا الخزنة بها 300 دولار. يلا يا إيهاب. يلا ان شاء الله يجي حظك حلو. علوم. ابا علوم. يلا اوكي ماشي الحال. يلا عادي. يلا طيب شوف سؤالك هو بين العلوم وبين المعلومات العامة، ماشي؟ بس هو صنف عندي كعلوم، بس انت فيك تقوله ان شاء الله سهل. هلا ان شاء الله سهل، ان شاء الله. ما بعرف اذا عندك معلومة على هذا الموضوع او لا، بتوقع أوكي. سهل. اوكي أوكي. سؤالك يقول بيشون فريز هو اسم فصيلة أحد أنواع الحيوانات، فما هو أحد أنواع الحيوانات؟ ماشي اسمه جورج؟ نعم. الاسم؟ لا مو الاسم، أعطيني أي حيوان هو. هو من فصيلة الزواحف. قطط، كلاب، كلاب، أسماك، شو هو؟ ولو أعطيني أي جواب. هو فصيلة الكلاب. يلا هارد لك ولا يهمك يا إيهاب. يلا مستمعينا ناطر كمان تبعتونا المزيد والمزيد من الرسائل عبر تطبيق راديو الغد. قد ما بدكم إذا قاعدين ما عندكم شيء افتحوا هالتطبيق واسمعونا من عن طريق التطبيق وبعتوا بعتوا 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 بعتوا، خليكم تبعتوا الرسائل أكيد لحتى تربحوا معنا مستمعينا 10,000 دينار عراقي رح يتحول فورا على خطكم بعد الحلقة. اسمكم ثلاثي والجواب. أوكي ما تنسوا الجواب، مين هو الذي يلقب بسفينة الصحراء؟ بكل بساطة عن طريق الاسماس فيكم تبعتوا اسمكم الثلاثي وكلمة الخزنة وأيضا الجواب الصحيح. تمام، في حدا باعت الخزنة واسمه الثلاثي ونسي نكتب الجواب. يلا بسيطة ولا يهمك. على كل حال محمود بدي أقول مساء الخير لألك. ألو يا محمود. مساء الورد. مساء الخير أستاذ جورج. يا مساء الياسمين، أهلا وسهلا فيك يا محمود، كل التحية لألك. جاهز محمود؟ إن شاء الله جاهز. يلا حسام. وهسا الخزنة بيها. أيوة يا حسام، دعملوا يا هون يا محمود. 300 دولار. حلوين. يلا محمود والستوب. فنون. يلا يا محمود جاك سؤال بالفنون. أوكي بس هذا السؤال بدك يا من عندي ولا من عند حسام؟ يعني من عند حسام رح تسمع أغنية بالمقلوب أو أفلام كرتون تحزرها، ومن عندي رح يكون سؤال بالأدب. اللي بقى شو بدك؟ أنا جاهز. على أفلام كرتون إن شاء الله. عند أفلام كرتون من عند حسام، لنشوف هالأفلام الكرتون رح تحزرها ولا لا، ولا مثل مين في كمان كان أول شيء عاشق الفضاء بتوقع. يلا هات لنشوف، هات لنشوف يا حسام، انطلق. حلوة. قد جاء يا أطفال، قد جاء يا أطفال. شو مين هاد؟ لا سهلة، لا تقل لي سهلة. والله على الوقت ما اسمع. عدلي اياها. يلا عدلي اياها. قد جاء يا أطفال. مين هو اللي اجا؟ يلا قد جاء يا أطفال. بس
شو والله انا 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 فرحان لانه تذكرت الافلام كرتون كاليميرو. لا مو كاليميرو, انطلق حسام طمطوم. ذكرته لطمطوم محمود, ذكرته لطمطوم. والله ما قليل, انا ما جايبه. طيب يلا بسيطه ولا يمك, تحيه لك ويسعد لي اوقاتك. ابطالنا عشره في روضه النضره جولاتهم خطيره. كان طمطوم هذا يعني طمطوم بندوراي, يعني هو بندوراي طماطه. يلا خلونا ناخذ كمان اتصال جديد لبين ما يكون في اتصال. أو في اوكي في اتصال, مين في معنا؟ راغب. مرحبا يا راغب, كيفك؟ السلام عليكم, مساء الخير. راغب المره الماضيه على فكره وصل معنا تقريبا 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 لدل ال 200 دولار ما صحيح؟ صحيح. يلا اليوم بدنا نربح. اوكي ان شاء الله. جهز لي حالك. يلا رغوب جاهز ان شاء الله. وهسه الخزنه بيها, هاي برمنا الدولاب وحطينا الخزنه. 100 دولار. يلا راغب 100 دولار ان شاء الله يكونوا من نصيبك. يلا رغوب وستوب. جغرافيا. جغرافيا. شامل. يلا ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون يعني سؤالك سهل. اوكي ان شاء الله. يلا ركز لي ركز لي, انا بدي اسالك سؤال جغرافي كتير 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 هيك يعني بدك تركز الخريطة مزبوط. ماشي ماشي. طبعا انت بتعرف انه افغانستان كانت هي المحور الكبير خلال الاسبوع الماضي, وكانت هي معباية بالاخبار, فانت اكيد تمام. فتت شفت هيك الخريطه لافغانستان اين تقع, صح؟ صحيح تمام. اوكي رح اسالك سؤال. يقول الهلال الذهبي هي منطقه جغرافيه تشمل افغانستان ايران ودوله اسيويه اخرى, فما هي؟ شو اللي بيحيط بهذا افغانستان وايران؟ عمل هيك هلال. نعم مين؟ قرغيزستان. في عندك واحدة لسه أقرب منها, هي باكستان. هارد لك يا رغوب, بسيطة ولا يهمك. عرفتوا ليش دائما احنا بنقلكم انه دائما يعني بالخزنة بتستفيدوا من المعلومة؟ يعني دائما احنا بنحاول نحرك لكم هاي المعلومات اللي يمكن انتم نسيانينها من زمان, بس عم نرجع نذكركم فيها من اول وجديد. عم نحاول احنا نخلي دائما هاي المعلومات متقدة بذاكرتكم. اوكي, ليس الهدف اولا واخيرا هو المال, ابدا ابدا ابدا, هو عبارة عن تقديم معلومة للمستمع. خلونا ناخذ كمان اتصال جديد, بنقول مرحبا لأم أيمن. مرحبا يا أم أيمن. ألو ألو, مساء الخيرات. يا مساء الخيرات والليرات, أهلا وسهلا فيك يا أم أيمن, كيف الصحة؟ عليك وعلى الكادر وعلى المستمعين جميعا. شكرا يا غالية, شكرا شكرا شكرا, تحية إليك. نعم عفو, الصوت عم بيقطع ست أم أيمن. أخليك ندعي لك بالخير استاذ. الله يخليك يطول بعمرك, والله شكرا كثير لك, شكرا ممنونك. الله يخلي لي إياك يطول عمرك. يلا يا أم أيمن جاهزة؟ إن شاء الله. تفضل حسام. وهسا الخزنة بيها 300 دولار. يلا 300 دولار يا أم أيمن قولي ستوب. إن شاء الله. معلومات عامة. أها معلومات عامة. حلو. يلا أوكي منيحة. أوكي والله شوفي سؤالي لألك يعني مانو كتير سهل ومانو كتير صعب. اوكي بس انت اذا اعطيتيني واحدة من هالدول ممكن انت ممكن تتذكري. ماشي ان شاء الله. اوكي كمان سؤالك يعني في تاريخ وفي شغلات يمكن انتم متابعينها عن طريق الافلام الوثائقية. سؤال يقول في خطوط من حضارة الانكا, حضارة هي موجودة بدول امريكا الجنوبية موجودة اسمها خطوط نازكا, بأي دولة من دول أمريكا الجنوبية تقع؟ أي والله سمعت هاي نازكا. هاي بيصوروها من فوق من الفضاء بتطلع كأنه أنت رسمة رسمة, هاي من حضارة قديمة اسمها الإنكا. والله سمعتها فعلا. قصيطة ولا يهمك. اي بس خلص الوقت للاسف, انا كنت بحسب لك اياها بس خلص الوقت كثير. اوكي تحيه لك يا ام ايمن, هي فعلا بالبيرو ولكن انتهى الوقت وانا اسف, يعني كنت ممكن بساعدك بثانيه بثانيتين بس مضى الوقت كثير طويل. شكرا يا ام ايمن. حلوه على فكره هي المعلومه كثير حلوه,
خطوط ناسكا هي من حضارة الأنكا وهي موجودة في البيرو. طبعا هي الحضارات قديمة كتير كتير وهي الحضارة الأنكا وهي حضارة المايا. إذا بتتذكروا هي تنبأوا بنهاية العالم عام 2012. تتذكروا هاي المعلومة؟ 2012 ينتهي العالم. يلا لنشوف يا حسام، هات نشوف مين في معنا. أوكي مستمعينا متابعين معكم كمان باتصال جديد معي أبو لؤي. يسعد لوقتك يا أبو لؤي، كيف الصحة؟ ألو السلام عليكم. وعليك السلام، اشتقنا لهالصوت الحلو يا أبو لؤي. اشتاق لك. كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام، ماشي الحال؟ الحمد لله بخير. الله يخلي لي هالوش. يلا يا أبو لؤي جاهز؟ يلا جاهز. يلا لننطلق يا أبو لؤي. وهسه الخزنة بيها أيوة 100 دولار. 100 دولار، يلا أبو لؤي قول ستوب. قال ستوب. رياضة. عم يقول عم تقول ستوب بخجل 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 كبير. يلا أبو لؤي. يلا أوكي. ليش يائس ليه؟ يلا. سبحان الله، أول 3 مشاركات أنت ذكر أو 4 مشاركات. يلا معلش، أنت عم تقرب كتير على فكرة، عم تقرب كتير كنت. يلا أوكي أبو لؤي بسيطة. أبو لؤي إن شاء الله اليوم الحظ بحالفك يا أبو لؤي. أنت اليوم قديش طلع لك؟ 100 دولار على الخزنة. يلا أوكي إن شاء الله يا رب بتنجح وتاخد الخزنة. أوكي سؤالي لك، ركز. في أحرف بدي أقولها، بدك تركز عليها كتير منيح. أوكي سرعة بديها ولا لا 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 لا، سؤال رياضة، أنت طلع لك رياضة صح؟ أوكي يعني هدول الأحرف بيدلوا على اتحاد، فأنت بدك تقلي على أي اتحاد دولي لأي كرة. أيوة. إلى أي الاتحادات الرياضية يرمز الاختصار التالي؟ هو FIVP B يعني B. أوكي FIVB. هذا فيفا؟ هن تابعين كلهم؟ لا الفيفا هو فيفا، فيفا لفوتبول. فوتبول في هو FIVB، هو الفوليبول اللي هو كرة الطائرة. قلت لك أنا ركز لي شوي على الحروف لأنه هو كمان بتوقع هو سؤال سهل يعني. يلا أبو لؤي تحية لك ويسعد لي مساك. بناخد محمد جلال، مرحبا يا محمد. ألو محمد راح، محمد جلال. بناخد أحمد، مرحبا يا حمودة. مرحبتين جاز. يا مرحبا وأهلا وسهلا فيك، تحية كبيرة لك. أبو حميد هل أنت جاهز؟ نعم تفضل. لينا انطلق. وهسه الخزنة بيها 300 دولار. يلا حمودة قول ستوب. جغرافيا. جغرافيا حمودة. بلي. يلا جاهز؟ جاهز؟ نعم نعم. يلا اوكي بدنا نشد الهمة شوي. ايه اوكي يلا يا رب. اوكي سؤالنا لك يقول، مع انه سؤال الأسئلة اللي قبل كان سهل على فكرة. ها تمام ان شاء الله. يلا ان شاء الله يا رب تكون يكون سؤالك سهل. يلا جاهز يا غالي؟ ان شاء الله جاهز. رينيه هو اعلى جبل باحدى الولايات الامريكيه، فما هي اعلى جبل فيرجينيا باحدى الولايات الامريكيه؟ من هي جورجيا، فيرجينيا او جورجيا؟ هي بواشنطن بالعاصمه. هارد لك يا أبو حميد، بسيطة، تحية كبيرة لك. يلا مستمعينا ما تفوتوا الوقت، لسه في عنا اتصالات كتير وأيضا لسه في عنا رسائل كتير، تقريبا نص الوقت راح. يلا بيانا النص الثاني مستمعينا، كاتروا رسائل مشان تكون فرصتكم بالربح موجودة لتربحوا معنا 10,000 دينار عراقي على الموبايل مباشرة. وما تنسوا كمان أنه راح يكون في عنا خزنات كتير للمتصلين. يلا اوكي مستمعينا متابعين معكم ايضا باتصالاتكم الجميله الحلوه والاصوات العذبه الرائعه. بنروح كمان اتصال جديد معي فهد. يسعد لي هالمساء يا فهد، كيفك؟ السلام عليكم. وعليك السلام الله يا فهد، كيف الامور؟ ان شاء الله بخير. والله الامور طيبه 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 يا رب، دائما طيبه وتكون ممتازه كمان. يلا يا فهد جاهز؟ يلا ان شاء الله. يلا ان شاء الله تكمل معنا بالخزنه. يلا وهسه الخزنه بيها طول بالك اسمع قديش هو شيء معك. فهد معك 100 دولار، يلا قول ستوب هلا. علوم. خلاص حسام سمع انه الامور طيبه بده ينزع لك اياها. يلا اوكي بسيطه ولا يهمك. يلا
سؤالي لك يقول: عضو في الجسم، عضو في الجسم تمام، مسؤول عن إفراز هرمونات وإنزيمات هضمية، ما هو؟ اللي بيساعد بالهضم، هذا العضو بيعطيك هرمونات وإنزيمات هضمية، بيعطي حتى الواحد يقدر يهضم. جهاز الهضمي؟ لا لا، هو عضو وليس جهاز، هو جهاز بالجهاز، عضو بالجهاز الهضمي، هو البنكرياس. تحية لك يا فهد، باي باي. نزعت له مراه للزلمة، منك لله يا حسام. وننتقل ايضا مستمعين ايضا لاتصال جديد، بدي اقول مرحبا لسعد. يسعد لي هالمسا يا سعد، كيفك؟ الحمد لله، كيفك يا مرحبا يا حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك يا سعد، تحية من القلب لك. جاهز سعود؟ ان شاء الله. قولي يا رب يا سعد. وهسه فزنا بيها 400 دولار. حلوين، يلا سعود قول ستوب. ستوب. جغرافيا. لك لسه ما برم الدولاب، طول بالك، لشو مستعجل؟ ليش مستعجل؟ يلا اوكي، سؤالي لك يقول، سؤالي لك يقول، جاهز؟ جاهز. يلا اوكي. يعد بحر بيرينغ جزءا من احد المحيطات، فما هو؟ بحر بيرينغ او بيرينج اللي بدك اياه، جزء من احد المحيطات، فما هو؟ محيط الهادي. لك برافو عليك، احسنت احسنت، برافو برافو. يلا يا سعد، سؤالك الاول جاء في الهدف، يلا السؤال الثاني. يلا طب. تاريخ. تاريخ. اوكي، شلونك انت وتاريخ؟ كان بدي رياضه، مش مشكله. شلونك انت وتاريخ؟ مو والله بجميل. شو بدي اقول لك، يلا ان شاء الله يكون سؤالك سهل. يلا سؤالك يقول: من هي الأميرة المصرية التي تزوجت شاه إيران محمد رضا بهلوي؟ شو اسمها هاي الأميرة؟ من نسمع فيها بالمسلسلات كتير. شاهينات مصرية، هي فوزية. تحية لك يا سعد، بسيطة ولا يهمك، هي مشهورة على فكرة، أشهر من نار على علم. يلا مستمعينا، أكيد متابعين معكم، أكيد باتصالاتكم وأيضا رسائلكم. شو يا شباب، شو شايف ما في رسائل اليوم؟ يلا أوكي، على كل حال بعتوا رسائل كتير 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 أكيد حتى تشاركوا معنا، وأكيد حتى تكونوا معنا فائزين اليوم مستمعينا مباشرة من برنامج الخزنة. ما تنسونا دائما هذا البرنامج للعباقرة فقط. ايضا اتصال جديد، بنقول مرحبا للياس. مرحبا يا الياس. الو الو، مساء الخير، شو اخبارك يا الوس؟ ان شاء الله تمام، ماشي الحال؟ والله الحمد لله. اهلا وسهلا ومرحبا يا الياس، جاهز؟ جاهز ان شاء الله. لا لحظه شوي، قبل انطلق، قبل انطلق في عنا خزنه، انطلق حسام. بس الخزنه بيها 500 دولار. يلا 500 دولار، قول ستوب. يلا انت تختار، انت اختار شو حابب. فنون، هاي مال جديده، مال فنون، بدك تسمع افلام كرتون يعني؟ اي نعم. ايوه، شوفوا اعتبارا الحلقه الجايه رح يصير في عنا مسلسلات، عم يخبرني حسام. موسيقى لمسلسلات. أيوة. مسلسلات اذا سوريه كلها. يلا هلا لنشوف، رح نشوف الافلام كرتون. اوكي، رح تسمع جزء من افلام كرتون، بدك تقول لي هذا الافلام كرتون لاي مسلسل، جاهز؟ خوش. اسمع يا الياس. الله، كابتن شو؟ كابتن راب. اي كابتن؟ دغري حسبت لها صح، ما هذا مسلسلي المفضل اكثر من كابتن ماجد. يلا احسنت كابتن رابح. شو بيقولوا كابتن يا شو؟ رابح يا كابتن هداف بالمرمى. تتذكر شو اخذ اخر شيء رابح؟ ايش سوى؟ تتذكر شو اخذ اخر شيء؟ شو ربح اخر شيء؟ والله ما ادري. وربح كاس العالم مع جوليان ومع كذا. اوكي ما شاء الله. طب شو اسمها حبيبته؟ ان دي ان 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 جوليان. طب شو كان اسمه الحارس، تتذكر؟
جوليان لوكا والأجنحة فريق جولات الرابحة. طيب أوكي. مذكور بالأغنية لو. عدد لي خمس أسماء من الجمهور. يا ستار. يلا الياس برافو، أول سؤال برأنا منه. يلا السؤال الثاني. جغرافيا. جغرافيا جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يلا إن شاء الله يكون سؤالك سهل بالجغرافيا. أوكي يلا سؤالك يقول يا صديقي، أها سهل والله، يلا ركز وحط الخريطة قدامك تمام؟ لا تعطيني جواب قبل ما تشوف الخريطة قدامك. ما يلا براسك أوكي يلا. سؤالك يقول ما هما الدولتان اللتان تحدان المملكة المغربية من الجنوب ومن الشرق؟ هي المغرب، الجزائر موريتانيا ولا الصحراء، الصحراء الكبرى؟ والله موريتانيا. بدك تحسب له اياها صح. طيب يلا صح، برافو عليك. الجزائر وموريتانيا. يلا سؤالك الثالث انطلق. تاريخ. اوز تاريخ. تاريخ خير إن شاء الله. أنا آسف بس أنت اللي وقفت الدولاب، يعني أنا آسف يعني حاولت على أساس خليت يعبر بس برم. حاولت أنا شو أعمل. طيب هات لنشوف شو أعمل، شو أعمل بحسام، هات لنشوف. قلنا لكم صوته هذيك المرة، بعتوا رسائل إنه نغير حسام، ما وافقتوا، قلتوا بتكون يا لحسام. هو عسل البرنامج. أوكي ماشي. أنا البصل صح؟ طيب ماشي. لا خد السؤال كان عسل على مربى ما يصير. الله يخلي لي هيك. شو كانت كان اسمها؟ مو هي سكر على مربى هذيك. يلا اوكي سكر. يلا سؤالك يقول يا صديقي، شوف سؤالك سهل بس بدك تركز كتير منيح. والله انت اذا تريد تسوي سهل، انت بتعرفه الملك ادوارد ما هيك ببريطانيا؟ والله ما سمعان بي. بس هو كان في 7 إدوارد. ايه اوكي رح أسألك سؤال. يقول حكم الملك إدوارد السابع الإمبراطورية البريطانية بعد وفاة إحدى الملكات، فمن هي؟ واستمر 63 سنة حكم. هن ملكات معدودات على فكرة. ها إليزابيث قبل مين؟ إليزابيث إليزابيث خلاص منها. الثانية راح الوقت. ديانة. لا ديانة ما حكمت، حرام قتلوها. أيوة. ما بتتذكر في ملكة اسمها فيكتوريا؟ فيكتوريا بلا كان راحت عليك. يلا بسيطة فيداك فيداك يا الياس. أهم شيء المشاركة. دك دخيل قلبك، يسلم لي الفهيم، شكرا لك يا الياس. يلا مستمعينا متابعين معكم اكيد باتصالاتكم، اتصال جديد. بننتقل الى وردة الحب. يسعد لي مساك يا وردة الحب، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليك السلام. اهلا وسهلا يا وردة الحب. جاهزة؟ الحمد لله. يلا الله حسام وهسه الخزنة بيها. ايوه دعم لي اياها 200 دولار. هلا هي الدعمة 200 دولار دعم لي اياها بشي الف. يلا وردة الحب قولي ستوب. يلا انتبهي وين بدك تقولي ستوب. يلا سرعة بديهة. اوه سرعة بديهة. يلا ان شاء الله يكون سؤالك سهل ان شاء الله يا رب. يلا ركزي لي بسرعة البديهة تماما ان شاء الله. اوكي دقات القلب كيفة وصلت لي يمكن. يلا سؤالك يقول يا وردة الحب، ما هو ترتيب حرف R في الأبجدية الإنجليزية؟ اي نعم A B C D E F G. حسبيهم عديهم بسرعة. A I J K L M N O P Q R. قديش؟ U R 18. برافو يس 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 جبتيها بآخر ثانية لك. والله برافو عليكي، والله ممتازة أنت. يلا وردة الحب سؤالك الثاني فنون. فنون من عندي ومن عند حسام. اسم أغنية من عندك.
نو والله ما في عندي اسم أغنية. لأنه أخذوها اسم الأغنية. يلا. شو؟ والله سؤال ما عندي سهل. والله سهل. منين؟ من عندي سهل أنا. يلا من عندك. بس بدك تكون عندك المعلومة صح صح صح. إن شاء الله يا رب. طيب. إن شاء الله. سؤالي لألك يقول. ظهر كتاب النبي باللغة الإنجليزية لأول مرة عام 1923، فمن مؤلفه؟ مين اللي ألف كتاب النبي؟ والنبي يما تعذرين. لا كتير سهل السؤال على فكرة. ها والله العظيم كتير سهل السؤال. محمد؟ لا مو محمد، ما بعرف والله. كتاب النبي هو من أشهر كتب جبران خليل جبران. يا وردة الحب يلا هارد لك. بسيطة سهل جدا عفك. يلا في معنا لسه اتصالات حسام ولا خلاص ولا نختم؟ لسه عميل اللي فيه اتصالات كتير. حسام قدي كتير يعني؟ 10 20 50 قدي حسام؟ اللي عندك عطيني هات نشوف. اوكي مستمعينا متابعين معكم كمان لاتصالاتكم وايضا رسائلكم، ما تنسوا الاتصال او عفوا الرسائل. يلا اخر يعني دقائق رح نسمع السؤال من عند حسام وبنرجع منتابع، لانه انتبهوا معد بقيان معنا غير بحدود الخمسة او السبع دقائق لحتى تجاوبوا عن طريق الاس ام اس، والسؤال هو التالي. يلا مستمعينا رح نروح لآخر ثلاثة اتصالات. بنقول مرحبا لسيف. مرحبا يا سيف، يسعد لي هالمساء. مساء الخير جورج. مساء الفل والياسمين، كيف الصحة يا سيف؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله منيح. يطول عمرك، أهلا وسهلا فيك يا سيف. جاهز؟ إن شاء الله جاهز. يلا يا سيف بنسمع الخزنة. وهسه الخزنة بيها. تفضل تفضل. 100 دولار. يلا 100 دولار لسيف. قول ستوب. معلومات عامة. معلومات عامة يا سيف. اوكي حلو. يلا ان شاء الله يكون سؤالك هوين ان شاء الله. يلا اوكي. انا بدغري على الجغرافيا، شايف شو ملعون هذا النظام اللي عندنا. يلا اوكي. يلا سؤالك يقول، والله سؤال سهل. يلا سؤالك يقول، ما هو نظام الحكم يا سيف في دولة تايوان؟ بتايوان شو هو نظام الحكم هناك؟ ملكي. تايوان جمهوري. راح احسب لك يا صاحي جمهوري. برافو عليك. يلا عظيم. يلا سيف سؤالك التامي. علوم. العلوم. علوم بأي شيء شاطر انت؟ والله يلا بك سؤال سهل، اي حاجة. بشو؟ بالفيزياء، بالكيمياء، بعلوم الفضاء، بشو؟ والله بالفضاء شوية عندنا معلومات. بالفضاء؟ طيب. ولا بجسم الإنسان مثلا؟ والله خلينا على الفضاء. خليك على الفضاء. ولا لا إلك سؤال فضاء بقى، راح أنا من عندي سؤال فضاء. والله لا سهل، أي سؤال عادي جاي. أوكي يلا أوكي، طلع عندي سؤال فضاء. يلا يلا سؤالك يقول، جاهز؟ جاهز. راح أخذ منك جواب واحد تمام؟ تمام. أول جواب بيخطر على بالك بتقول لي، بس تروى تروى لحتى نوصل للجواب الصح. سؤالك يقول، إلى أي دولة تتبع محطة الفضاء سكاي لاب والتي تم إطلاقها عام 1973؟ سكاي لاب. يعني هي أكيد مو أمريكية وروسية. هلا انت عم تحيرني وتخيرني انت، هلا هيك بدي سو جواب واحد. يعني نقول روسيه. انت ليش استبعدت اول شيء الامريكيه؟ امريكيه هي محطه ناس يعني. ايه بس في محطات تانية، هي مو بس محطه واحده، هي فيها أكيد. هي محطات كتير امريكيه. بس بعد شو؟ بعد ما عطيتني الروسيه اول شيء سكاي لاب امريكيه وروسيه جورج. بعدين قلت لي بريطانيه صح؟ بس يعني امريكيه. طيب تحسب لي يا حسام؟ لا انا بدي احسب له اياها. يلا اوكي هي امريكيه. اوكي راح احسب لك اياها استثنائيا ماشي. شكرا جورج، تكرم عيونك. يلا سؤالك الثالث. يلا اقتربت الخزنه.
تاريخ تاريخ. اوكي جاهز؟ ان شاء الله جاهز. شوف كمان سؤالك حلو اوكي ومشهور جدا 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 جدا، ما تعطيني جوابين، اعطيني جواب واحد. اوكي اوكي هاخذ منك جواب واحد. سؤالك يقول في عهد اي رئيس امريكي تمام نعم حدثت فضيحة ووتر جيت؟ ريجن او جيمي كارتر. ريجن او جيمي كارتر، هيك المعلومة عندي. لا ريجن ولا جيمي كارتر، هو في عصر نيكسون. هارد لك يا سيف. بسيطة. هو مشهور جدا وعلى فكرة عملوا علي أفلام ومسلسلات رهيبة جدا. ناخد كمان اتصال جديد معي. قوت القلوب، مرحبا يا قوت القلوب. ألو. ألو السلام عليكم. اليوم الاتصالات النسائية قليلة جدا. شو أخبارك يا قوت القلوب؟ وعليك السلام، شو أخبارك؟ شلونك جورج؟ أهلا وسهلا. جاهزة يا قوت القلوب؟ إن شاء الله. يلا يا حسام. وهسه الخزنة بيها 500 دولار. يلا 500 دولار بانتظارك. قولي ستوب. انت تختار. انت اختاري شو؟ يلا فنون. فنون من عندي او من عند حسام بدك اياه؟ لا من عند حسام. ليش ما حدا بيحبني انا؟ ليش ليش؟ اوكي طيب يلا ماشي الحال. يلا حسام بدك بدك افلام كرتون ولا عادي؟ نعم لا اللي بدك اياه انت. كيف كيف حسام؟ شو حسام شو بدك تختار لها انت؟ هي خي اختارت من عندك افلام كرتون. اوكي يلا. رح تسمعي هلا موسيقى لأفلام كرتون، بدك تقولي لي من أي مسلسل. تمام؟ إن شاء الله. انطلق حسام. أوه يلا شو؟ تارارن تارارن تارن تن تارارا. يلا اسمعي. ساندي بيل. ساندي بيل. ساندي بيل. ساندي بيل ولا أوسكار؟ ساندي بيل. برافو عليكي ساندي بيل. انا اسمي ساندي. بتعرفي شو كانت تشتغل ساندي بيل؟ شو كانت تشتغل ساندي بيل بتعرفي؟ شو شو ابوها تمرض انا اعرفه، واحد على غير مكان ما عرف يدور على ابوها. ايه صح. ايه هي عم دور على امها كانت. ايه بس ايه على امها. ايه بس تزرع ورد. ايه بس شو 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 اشتغلت؟ حديقة امي. كلها حديقة امي. صح. شو اشتغلت هي؟ شو اشتغلت بتعرفي؟ اشتغلت بالصحافة. صحفية. مكتبة معه. لا بالصحافة. بالصحافة اشتغلت. صحفية. 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 اوكي تمام. يلا جاهزة يا قوت القلوب. نحن خلص خلص وقت البرنامج على فكرة، بس راح نبدأ. تكرم عيونك. يلا قوت القلوب قولي السوف. تاريخ. اوز تاريخ. جاهزة؟ ان شاء الله. يلا اوكي ان شاء الله يكون سؤالك سهل. يلا تمام. يلا سؤالك يقول يا قوت القلوب، شو بدي اسالك؟ شو نسالك؟ ما بعرف شو نسالك. اسلاميات؟ لا ليس اسلاميات، رح اسالك شيء تاني. اوكي يلا سؤالك على فكره سؤالك محير تمام ولكن صار. اوكي في اي في اطار اي حرب حدثت معركه حصن بودابست؟ هي من اوائل العمليات الهجوميه. حصلت في اي حرب؟ حصلت هنا في منطقتنا. صعب شويه انا والله مو صعب، هو سؤال يمكن اذا سمعتوه انتم هلا رح تستغربوا جدا جدا. هو باي حرب مع انه اسمه اجنبي، لكن هو حصل بحرب تشرين عام 1973، حصن بودابست هيك اسمه كان. وهارد لك يا قوت القلوب. بناخذ كمان محمد جلال. مرحبا يا محمد، رجعنا. الو. الو جورج شلونك؟ مرحبا يا محمد، شو الاخبار؟ تمام. علي صوتك يا محمد مشان نقدر نسمعك بشكل صحيح. والله مو على مصاري ساعه انتظرك. يلا بسيطه انت قطع معك الخط اول مره، المره يلا ثاني مره ان شاء الله ما بنقطع معك الخط بتلحقنا. يلا محمد جلال جاهز؟
وهسه الخزنة بيها مستعجل أكثر منا حسام، نروح على البيت. 200 دولار يلا 200 دولار محمد جلال والستوب يلا. رياضة رياضة جاهز يا غالي؟ جاهز أخويا. يلا أوكي، سؤالي لألك يقول يا محمد يا جلال، كم مرة أحرزت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم؟ أربع مرات. متأكد؟ متأكد. يعني ما نقصتهم مرة؟ والله أتوقع أربع مرات. ما نقصتهم مرة يعني؟ يعني مو مو خمس مرات؟ لا لا مو خمس، برازيل خمسة. أنت برازيلي ما هيك؟ لا أنا أرجنتيني. لك لا نزعت آخر شيء الله يسامحك. يلا ماشي الحال، برافو عليك يا أربع مرات. أنت من أعدائنا، من أعداء البرازيل أنت. يلا أوكي محمد جلال جاهز؟ يلا سؤالك الثاني قول يا رب. معلومات عامة. معلومات عامة أوكي؟ يلا إن شاء الله يا رب يكون سؤالك سهل وتقدر تعرفه. تمام؟ سؤالك يقول يا صديقي، كم عدد ألوان علم دولة جزر البهاما؟ لونين مو؟ زدت رقم، زدت رقم يلا. لون واحد. لا مو لون واحد الله يسامحك، زدت لك زدت رقم، رقم كتير يعني شوي. هو ثلاث ألوان. هارد لك يا صديقي، تحية لك، باي باي. حقيقة جد 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 لا إيمو أي شيء والله، اليوم عن جد استمتعنا جدا 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 بالحلقة ومددنا الوقت شوي، ولكن اليوم يعني من حظ اللي عم يبعثوا رسائل هو إنه نحن مددنا الوقت لأنه زادت فرصكم أكثر بالفوز. للأسف 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 الشديد اليوم لم يفز أحد معنا بالخزنة ولا بأي خزنة ولا حتى بجائزة طردية للخزنة، لكن هناك أكيد فائز معنا اليوم في سؤال حلقتنا اليوم، والجواب هو الجمل. الجمل بما حمل. على ما يبدو مثل ما قلت لكم انه اكثر حدا يمكن بعت رسائل هو اللي فاز معنا واللي ظهر اسمه اكثر من يمكن 70 مرة او 80 مرة امامنا اليوم، وظهر اكيد في البرنامج، وهو عبد الله حمد علي الجبوري. عبد الله حمد علي الجبوري ربحت معنا مباشرة 10,000 دينار عراقي، ان شاء الله الف مبروك، راح توصل على خطك مباشرة بعد الخزنة. كل التحية الجميلة لكم مستمعينا، شكرا شكرا على الاستماع الحلو، وتحية من القلب اكيد لكل من تابعنا، لكل من انصت الينا اليوم، وشكرا لكل الاصدقاء اللي ما حلفون الحظ. معلش يوم الثلاثاء الجاي لكم كمان جولة، لم تخسروا المعركة مستمعينا، أكيد خسرتوا بس جولة، وإن شاء الله ستكسبون المعارك القادمة. شكرا لحسام اللي رفعنا بي الإخراج، يعطيك ألف عافية حسام، وشكرا لتشجيع أنمار اللي رفعنا بي الكنترول، وهذه تحية مني أنا جورج غرام، رفعتكم إعدادا وتقديما. إلى اللقاء. الخزنة مسابقة للعباقرة فقط. للعباقرة فقط. راديو الغد. راديو الغد.